هذه الصلاة مكفرة لجميع الذنوب. وانظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس، يكفر الله عز وجل بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر، قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.